تشاهدون الآن مناظر خلابة لبحيرة القرية مانيكامبيتي بمنطقة بولاناروا في سريلانكا، ومعها عذب وهواؤها طلق وفيها أسماك نهرية لذيذة، وفي سطحها لقالق وعمقها ما بين متر وعشرة أمتار في وسطها. وسكان القرى المحيطة بالبحيرة يصيدون منها الأسماك وهي تلطف الهواء الذي يمر بهذه القرى ويجمل سطح البحيرة. الطحلب والنيلوفر واللوطس وغيرها من النباتات. تم إنشاء مثل هذه البحيرات قبل 1000 عام كي تساعد الزراعة لسكان هذه المنطقة التي كانت عاصمة لسريلانكا القديمة من القرن العاشر إلى القرن 13 بعد الميلاد. يحيط بهذه البحيرة القرى مانيكامبيتي وديولانا ورحمة نهر وقذور، وفي أيام الصيف يقل ماؤها كما قل هذه الأيام كما تشاهدون الآن، وأحيانا يجف كاملا، ولكنها تفيض بالماء أيام الشتاء حتى تغرق بمائها القرية مانيكامبيتي كاملاً.